يمثل صعود اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي من شرطي عادي عام 1980 إلى رئاسة الانتربول المنظمات الشرطية في العالم الطموح الإماراتي بالصعود من مصاف دول العالم الثالث عام 1980 إلى دولة حداثية ومعرفية تكتشف الفضاء وتقود التحولات كلاعب إقليمي ودولي يسهم في استقرار وتطور الحضارة الإنسانية. فمن عنصر بشرطة أبوظبي عام 1980 إلى ضابط عام 1986 ثم مدير لمعهد الطب الشرعي فرئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات فمدير عام للعمليات المركزية والخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية الإماراتية ثم مفتش عام لوزارة الداخلية بالإمارات وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الانتربول ممثلا لقارة آسيا وأخيراً توليه رئاسة منظمة الانتربول الدولي. دور وزارة الداخلية واستراتيجيتها في نشر روح التسامح والوسطية الذي أيضاً هو سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسعى من خلال هذا المؤتمر أن نري العالم بأكمله الوجه الحضاري لدولة الإمارات الذي بني من أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. ويأتي إعلان الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول فوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي برئاسة الانتربول لمدة 4 سنوات ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة الدولية في عام 1923 والتي تضم 195 دولة وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها. ويتولى اللواء الريسي منصبه كرئيس للجنة التنفيذية للإنتربول مدعوما بمسيرة مهنية ناصعة وسجل أكاديمي حافل بالشهادات. فاللواء الريسي بدأ مساره الأكاديمي بحصوله عام 1986 على بكالوريوس العلوم من جامعة الولايات المتحدة الأمريكية ثم دبلوم إدارة الشرطة من جامعة كامبريدج عام 2004 وماجستير في الإدارة الابتكارية من جامعة كوفنتري عام 2010 وتوج مساره الأكاديمي بالحصول على درجة الدكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع من جامعة متروبوليتان بلندن عام 2013. وتتولى اللجنة التنفيذية تمثيل المنظمة الدولية وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة وتتشكل من رئيس وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم. كما تتوج مسيرة اللواء الريس مهنية العشرات من الميداليات والجوائز من جائزة محمد بن راشد وجائزة أبوظبي للتميز الحكومي إلى ميدالية الامتياز بعد الحصول على تصنيف UN إنسارج الخارجي IEC على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وجوائز هوية الشعب لعام 2007 في ميلانو لمساهمته الفاعلة في مشروع نظام بصمة العين والوجه إلى جائزة جولد ستيفي المرموقة في عام 2014. وتقدم سيرة نجاح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي نموذجا عن الطموح الإماراتي وتمثل الحلم المبنية على الإرادة والعزيمة والتصميم للخمسين عاما المقبلة.